السلام عليكم دوز يور بوي بيج رياكشن، جاناكم ليد برياكشن جديده كالعاده والعوايد. ومره هذه مش تابعه سيري اول تراكس، لا مره هذه ريد ستار راضي هبط لنا تراك جديد اسمه ريد باك باك. تراك الاولاد مازال في الجديد، ديزولي كان بتيت عليكم شويه، ما هذا ما يمنعش موجوده رياكسيون، مانيش باش نفلتوا الرادي، خاصه وان احنا ديجا نخدموا له في سيري اول تراكس نتاعو الكل وكل شيء باختياركم انتوما. دونك كان كبروا ما عندكش فكره، ادخل للشان اكتب الرادي ده يخرجوا لك رياكسيونات الكل، وامشي لاخر رياكسيون تابع سيري الرادي واختار التراك اللي حاجتك بيه، ترقى الرياكسيون ان شاء الله بيان سور كان جاب الكومنتيرات اكثر لايكس. هذا ما يمنعش الاولاد، ليتس جو نشوف شنو هي الفوضى مع بعضنا، شوفوا شنو هي اللغه، نتاكدوا اكثر واكثر، خاصه نحكي بالنسبه للعباد اللي يتفرجوا فينا في سيري ريد ستار رادي، نتاكدوا اكثر واكثر انه الرادي ما تبدلش، مازال كيف ما هو كيما بدا باش يكمل. ليتس جو نشوف شنو هي الفوضى، جاي مش على الوجه وجاي مش تفردوا، يلا بينا الاولاد. بيتات الرادي رغم اللي الرادي يخدم لك على اي بيت تنجم تشوفه في حياتك، اما بيتات الرادي وينو؟ تونس للي تبقى جهنم، تونس للي جرحها جنان. ريد ستار الرادي عمره ما باش يتبدل برو، للاسف الشديد عمره ما باش يتبدل. بيصير للاسف الشديد البرشا عباد تحب يتبدل الرادي بطريقتهم، يعني كيفاش يحبوا يرادي كيفاش يولي. برو اول بار تسمعوا كي جاي الرادي على تونس، الانتقادات مازالت كيف ما هي، كيما قلنا ديجا رياكتيو على تراكيت اقدم من 10 سنين. برو نفس الانتقادات نفس المساجات، والتوا ما تبدلت تونس. تونس اللي تبقى جهنم، تونس اللي هجرها جنان، تونس قدمت عشق. تونس اللي هجرها جنان واللي تبقى جهنم. تونس اللي تبقى جهنم، تونس اللي هجرها جنان، قدمت عشت الذنب كل رقص كل غناه، كل ما فيها فسد مش متوى من جد الجد، لا تناس تاخو ما تمد وانتي تموت تتمنى، عالم طاير ماشي ويطب بلاد تاخو ما تمد. يا برو يا برو يا برو، مش نسمع مش نسمع انتقادات في بلاصتها على الاخر صاحبي، انتقادات في الراب الصحيح لازم يوصل رسالة، وكل رسالة وكيفاش المفيد فما رسالة، ما رسالة كيما هكا ما يوصل لك كان الرادي يا برو، فهمت كيفاش كان الرادي يا برو. انت تموت تتمنى، عالم طاير ماشي ويتقدم، واحنا لتوا في مكان كسر، دولة فينا تنومر تعدم، بافيونات زادونا زور، ناس قتلتنا بالوقت انت ميت كيما حرقت، سنين من عمرك طبقت وشاب الخلق من غير ما كبر، رجال تحت الحيوت مهمومة طار بعقولها العقار، كيف شم تصف الحومة هز شي جارك للدار. الرادي مازال الرادي برو، صحيبي صحيبي، انا تويك زدت اكدت اكثر انه الرادي ما هوش باش يتبدل، تو سابلومون مازال نفس الاصوات نفس التكنيكات نتاعو، تبديل الفلوات نتاعو تبديل الاصوات نتاعو صحيبي، بالرسائل هما بيدهم برو، راهو رابور باش يقعد لك 12 سنة و 13 سنة و 10 سنين في الميدان موجود في الجيم وفرض الوقت، مازال كيف ما هو ما تبدلش الجملة، ما يكون كان الرادي يا برو يا برو. رجال تحت الحيوت مهمومة طار بعقولها العقار، كيف شم تصف الحومة هز شي جارك للدار، بدو يصبح حي طالع تحرد فلي. تعرفش معناها توصل لمرحلة معينة من الحياة انك جوست تحب تقوم حي، الانسان هذاك اعرف لو بالرسمي صحيبي اغزر بشنو تعدى باش وصل لمرحلة معينة يتمنى انه يقوم حي، راهي عباد توصل لها المرحلة هذيك وتوصل لها بالشيخة الاولاد، راهي عباد توصل مرحلة معينة الشيخة في مخاخ وما عادش تأثر فيهم، فهمت كيفاش؟ وهما بدناتهم مأثرة فيهم لين يوصلوا كذا حرفيا يبداو
يتمنوا ان شاء الله غدوه نقوم حي صاحبي، فهمت كيفاش؟ دونك هذيك الشيخه وين توصل. والعقار هذاك من شكون مسيب؟ من الدوله اللي تحب شبابها يقعد هكاك باش ترتاح. يا برو يا برو يا برو عيش متك على اصحابي ازاي ومال بياس اجيب المسواع بيت مخنوقه الوجوه الزرق واللي تبات علي اصبح كان مزرعه بيدك البارح خطوه تلقى مطرح ناس عايشه الساعه بساعه زمه وشي ما في المصلح كله بسوم وشي ما مسعر وانتي باللي تسوم تربح كبار صغار كان مطار في الحلم ابقى دنيا والصاحب غدار واللي عمل للخير ملقى ناس منيكة في حالة لنا بلاد غلب وطبالة لنا شعب وافي لكل فرد سلالة تونس الحمرة موش الخضرة ماينا تونس الحمرة موش الخضرة يا برو يا برو ماينا يا برو ماينا قول لهم ماينا يا الرادي والله ماينا صعب اللي يعجبني في الرادي انه حاسس بالعبيد برو حاسس بالعبيد اللي تعيش في تونس حاسس بالصغار بالجن بالجيناسيون طالعة فيهم فيهم العملية وحاسسها ويخرج فيها في موزيكته هيك اللي يعجب يا برو صاحبي الحمرة موش الخضرة ماينا جوع الحرة تقضى واشربها الصاينة تعال المقهى بجر والتيك توك تشاينا شك هاو تسمحي لي تعال المقهى بجر والتيك توك تشاينا بديت تجينا العقلية بتاع عرف التيك توك فجأة نكبر الانستغرام زيد عرف الانستغرام والحرية فهمتني واللي واللي عنده يعمل لي ويتعرضني وكذا 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 وترى اصلا في والديهم ومسيبورتينهم في الحاجات هذوما يعلموا هاي بوها وامها وخوها وكذا يبدا يعلم بيها فاش قاعده تعمل في اللايفات في التيك توك ولا في التيك توك فيديوهات عاديه اللي تعرف يروحها وتعرف يبدلها جوست عخاطر هذاك موجود في العالم اجمع هذيك راهي طريقه مربحه طريقه فلوس اسهل منها ما فماش فهمت كيفاش اما عبيد ما عندهاش مبدا هذوك لا نافي هذوك ما عندهمش مبدا خاطر حشموا عائلتهم فهمتني كيفاش والشرف ما خلاوهوش في العائله فرد الوقت تشوف العائله ما يهمهاش يا برو راهو في اخوه يشجعوا في اخواتهم باش يعملوا كذا وكذا فهمت كيف يعني باش تفهم وين وصلنا في تونس صاحبي باش تفهم اللي وين وصلنا انه كي ترى الفلوس حتى عائلتك تقنعها صاحبي فهمت كيفاش مو كي ترى انت بو وام يشدوا بنتهم تعمل في كذا وكذا في اللايفات بتاع تيك توك ولا في تيك توك ولا في فيديوهات ولا في انستغرام وتعرف روحها وقلة تربية وقلة كذا وقلة كذا كي باش تمد لهم انت فهمتني ولا 3 ملايين و10 ملايين وشدوا معاش تحكي معايا نورمالمون كوالدين فهمتني ولا ما يهمهمش في الفلوس توي كنشوفوا في والدين صاحبي عين رات وعين ما راتش ما يهمنيش خلي تعمل اللي تحب فهمت كيفاش دوك افهم وين وصلنا احنا في تونس وحتى ذكورة مش ناقصين على فكرة حتى ذكورة صحيبي ايه انا نشوفه في التيك توك صاحبي يدي التيك توك اللطفي يا ربي وكا والله صاحبي لازم يتسكر في تونس والله لنا صارت بردي تقحب تقتل الشهرة سبيل وتستدعاك سهاينة بردي تقحب تلقى للشهرة سبيل وتستدعاك سهاينة وفي الصح ما تنجمش تلومها هي برك زيد راهو على فكرة تلوم التوانسة المكحوتين هذوما فهمت كيفاش اللي بكثرية يعني بالشعب التونسي هو مو اللي قاعد فهمتني ولا يشهر في العباد اللي كيما هكاك صاحبي فهمت كيفاش قلناها من قبل الأولاد وانتم بيتكم راكم تعرفوا راهو عندنا فئة معينة من الببريك نتاعنا راهي فاز ده برشا برو وتشجع الفازات بطريقة خير عادية وتوكسيك بصفة غريبة هذوك ما اللي نحاولوا ديما نتجنبوهم ونخليهم بعاد حتى على الكوميونيتي نتاعنا احنا حتى على ركشتنا احنا ان شاء الله ديما بعاد ان شاء الله ديما يبعدوا صاحبي فهمت كيفاش خاطر لطفي يا ربي برو والله صار رحت ناجح تم اللي نفح فاكت صار فقري سايح يروي يشطح لهنا القيمات بالزينة الكذب قلنا شعلينا كعلاش حبو كان المذرح اي بلا كثر قوال بلا كثر حدارك تتيتم يفنى لنا الانسان حتى كي ماري لازم يتحطم لنا الهم يتلم hey. شاب الراس في زمم لنا ظلمة عنا كيوف شوف الوجوه فرق شباب حراق وراق الجوع فراق اتركوا خلاد السراق بالاد ليبز اللي تسمع فيهم بصوات الراديو كيفاش تتبدل بالفلويت كيفاش تتبدل فهمت كيف مع انك تبدا مركز في الكتيبه خاطر تعرف كل كلمه وكل بار في بلاصتو الراديو يعمل لك هكا في مخك يعمل لك دامج في مخك كي يدخلك بعضك بالرسمي تعمل ايرور فهمت كيف ايرور
من الاخر صاحبي برجوليه الاولاد ماهوش عادي العبايه تطرق وجهك الزرق مكلم غالي ارض النفاق فساق ارض الشقوى جالي الكس قول لهم ستيم في معلق عرس بلا صداق بلاد الراي العدام عيش مكمل جيب مهوي بلاد الخيط في لفام مجمع الاحكام كاش مسوي انا اللي لساني مسمام حيتي هدام انا اللي لساني مسمام حيتي هدام هاي الايجو اللي نشجعوا عليها فهمت كيف هاي الايجو اللي نشجعوا عليها خطر انت لسانك هكاك يا برو ما تقول في حقيقه كيما برشا عباد قاعده تتجاهل في الحقيقه هذيك دونك صاحبي اني بالكاس جمام بنقص كلام بيك تعوي رب مش سالة وجهام الحشيش الدوتش الاكتام الامزية خرش مذيع على فلوس من وحدة حجام العجالي في وسطك نسيت خرشي مذيع على فلوس من وحدة حجام العجالي في وسط كياس لكليب القحبة دو بياس لبراندة غالية في الباس لقصة شعر وشام عشا البو حسيلو برو الرابوريت اللي تعمل في كليبات الكل ذاك قالك الرادي رابوش هيك الراب تو سامبلومون يعني عرفتك اللي حرفيا اللي جيت قدو يلبس اللي حس عليه اعرف راي عليه دونك البس برو مانيش خايف منك انا نعرف لساني رادي برو رادي تخول ريد باك باك متجول اصلي ما خدمتش للعرف والصرف الكل متسول ربي اللي عطاه ربي يزيد هيب اب كي الخوص خليه سيستم دوم مش جديد هيا نعاودو له من الاول رادي رادي اديك العادة والعويد صاحبي كالعادة والعويد ولاد برجولية ريتستر رادي حاجة بيش باش تتعاود وحاجة باش تتواصل باش تكمل فهمتني ولا ترى ديما موجود في الجيم خلي يوصل مساجات البرش عبيد بيش فيقة فهمت كيفاش خاطر برو كلام كيما هكا كلام كيما هكا لازم يكون فهمتني ولا ياخو الريت نتاعو الصحيحة خاطر ديما نقولوا على الرادي راهو اندر ريتد فهمت كيفاش انا واحد من الناس بالنسبة لي انا حسب الرسالة اللي وصل فيها هذيك لازم يسمعها 12 مليون تونسي برو فهمت كيف بصغير بكبير بكل شيء تمشي للناس الكل كلام لحرش خاطر يسمع التونسي معروفة من قبل فهمت كيفاش دونك ما تفيقوا على وضعه وكان بتي تركيبا هكايا مثلا للعباد اللي تقول لك تيلا تونس محلية وعلاش تحب تخرج بالتونس ولا تونس جوها باهي جست انتوما كذا وانتوما كذا سمعوا التراك هذا تو يفهم خاطر فما برشا عباد عايشة عيشة الفل فهمت كيفاش ولا مولودة في عيشة الفل اوتوماتيكمون مش باش ترى الناس اللي اقل منها فهمت كيفاش ومش باش تحس لها صاحبي فهمت كيفاش دونك اللي يكرهوا تونس مكثريتهم اللي حاولوا يوصلوا ما نجموش يوصلوا في بلادهم ولاد هكا كونوا كملنا رياكسيون نرجعوا للصحيح والرسمي ريد ستار رادي ريد باك باك الولاد برجولية كالعادة والعوية هو اصلا الرادي هو اللي خليني نحكي في موضوع كيما هكاك وفرض الوقت نوصل يعني فهمتني ولا كيف ما نقول موضوع صار لازمني نحكي فيه يعني خليني نتكلم على حقيقه فهمت كيفاش كتيبه الرادي تو سامبلومون خاطر نسمعوا في انتقادات يعني حتى وكان نخدموا في سيري تاع رياكسيونات عندهم 10 سنين التالي مازلنا نسمعوا في الرساله القويه موجوده عند الرادي اللي هي راني مانيش جاي الرابي على لا على بنات لا على اجرام لا على كذا جاي الرابي على الحقيقه جاي الرابي على الدوله اللي عايشين فيها والدولة اللي كبرنا فيها والدولة اللي عندي 10 سنين انتقدت فيها والتو مازلت انتقدت فيها ومازال شيء ما تبدل وقاعد يتبدل الأخيب أكثر وأكثر صحيبي تشبيك برو تشبيك ان شاء الله فهمتني كيف ما نعرفش حتى شنو باش ندعي لتونس فهمت كيفاش خاطر باش تتصلح دعيت برشا باش تتصلح ما نتصورش باش تتصلح مادام اللي يحكموا فيها ما همش مصلحين تو سامبلومون دونك ان شاء الله ربي يكتب لنا فهمتني ولا في هجه شبابه فهمت كيفاش والله يهدي الناس الكل هذا ما يمنعش هكا نكونوا كملنا لغه ريد ستار رادي باك باك برجولية الولاد حاجة شبابة حاجة تذكرنا في ايامات الراديو وتذكر العباد اللي الاحبايب راه ما فماش كيف وكوتي كتيبة كوتي فيش قاعد يوصل راه مش كيف ابار التكنيك متاعو ابار البيتات متاعو كل شيء ستيل الرادي الخاص ما هذا ما يمنعش حتى الكتيبة هي اللي تحكي في الراب وبرجولية الرادي كتيبته تحكي وتتكلم وتوصل وتفيق فهمت كيفاش
دونك هيك علاش قلت وقعد ديما نقول الراديو الفكره نتاعي اللي قاعده تتبدل اكثر واكثر على قد ما نسمع. مرحبا بالناس الكل، على كل حال ان شاء الله تكونوا تفرهدتوا، ديزولي كان طولت عليكم، نتقابلوا ان شاء الله في اقرب وقت ممكن. تنساوش ارائكم، كومنتاتكم، دنيتكم، اجواءكم، سبسكرايب تاعكم، خاصه مرحبا بكم على انستغرام بيجي ماتر رياكشن 22 من سكولا، واللي في الديسكريبسيون يا برو. نقره خفيفه تلقى روحك غادي ما نافش تستنى، عندكم تيك توك بقشيش كل شيء موجود، وبيجي رياكشن بقدره ربي 7/7 ديما موجود، الفوضى ديما موجوده، كان ما فماش جديد راهو فما خديم يا برو. حطك سبسكرايب وما تندمش بقدره ربي. ما نساوش موضوع العاده، موضوع الاهم، القضيه الفلسطينيه، الاولاد واخواتنا في فلسطين، نذكروا بالقضيه وندعموها باللي نقدروا، ونذكروا العباد اللي نسيت فلسطين. تحيا فلسطين دائما وابدا، تقابلوا في اقرب وقت ممكن. Peace.